جديدة لمحطات خليجية ونتابع. تبدي الهيئة العليا للسياحة السعودية اهتماما كبيرا بتنمية سياحة المؤتمرات والمعارض في المملكة على اعتبارها رافدا إضافيا للاقتصاد الوطني، وتقدر سوق سياحة الأعمال والمؤتمرات السعودية بنحو 1,400,000 مسافر سنويا، بينما يتوقع أن يشهد هذا السوق نموا بنسبة 3 إلى 3.5% سنويا. طراد الأسمري يستعرض واقع القطاع وآفاقه المستقبلية في هذا التقرير من جدة. في الوقت الذي أبدت فيه السعودية خلال السنوات الأخيرة اهتماما ملحوظا بتنمية القطاع السياحي فيها بشكل عام، إلا أن سياحة المؤتمرات والمعارض بقيت دون المأمول منها في سوق عالمي تقدر تجارة المؤتمرات فيه فقط بنحو 280 مليار دولار سنويا. ويصطدم قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في السعودية بجملة من المعوقات الإدارية والتنظيمية تسببت بدورها في إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع. عندما تريد أن تقيم معرض من هذه المعارض كثرة التصاريح المطلوبة من عدة جهات، يعني لا تتعامل مع جهة واحدة وإنما تتعامل مع عدة جهات، وهذا أيضا عملية مضنية لأي مستثمر لأي رجل أعمال. أضف عليها عدم سرعة التجاوب فتأخذ فترة طويلة لكي تحصل على التصريح، وبهذا يعني يكون هذا عنصر مثبط لرجال الأعمال. عدم توحيد جهود الغرف التجارية في مجال المؤتمرات وفي مجال المعارض، نحن نعرف أنه عندنا 3 غرف رئيسية وكلها عندها معارضها، ولكن العيب أيضا فيها أنه هي الحقيقة لا بتوحد جهودها في هذا الصدد ولا في رؤية واضحة في هذا الصدد. وتسعى العديد من الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة للنهوض بهذا القطاع إيمانا بأهميته ودوره الفاعل في رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل والاستثمار. وتقدر الإحصائيات الرسمية سوق سياحة الأعمال والمؤتمرات في السعودية بنحو 1.5 مليون مسافر سنويا وبنسبة نمو تبلغ 3% سنويا. قريبا رتبنا في شركة مجموعة الطيار مؤتمر لرجال الأعمال من دولة إيران الإسلامية، طبعا جاءوا وراحوا على دمام وراحوا على الرياض وجاءوا على جدة وطلعوا من ثم على مكة والمدينة. تصور أنه كل هذه المناطق انتعشت من ناحية الفنادق ومن ناحية المشتريات، من ناحية يعني تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع بجميع التوجهات يعني. ويأمل المستثمرون في هذا القطاع أن تتبنى الجهات الحكومية سياسات جديدة بتسهيل الإجراءات أمامهم وتخفيف القيود النظامية عنهم، خاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتسهيل إجراءات السفر. بطء عملية استخراج التأشيرات، فسواء كانت تأشيرات زيارات للأعمال لرجال الأعمال أو تأشيرات للمؤتمرات أو خلافه، فهي بطيئة جدا جدا. ومع وجود أحيانا شيء مؤلم أنه توجد تعليمات وواضحة وصريحة بحيث أنه يجب على القنصليات أن تسرع في هذا الأمر، ولكن الحقيقة العديد من هذه القنصليات تضرب بعرض الحائط بهذا الأمر ولا تتجاوب وتؤخر التأشيرات بشكل كبير، وعندما تتصل بهم لا يردوا على الهواتف، ترسل لهم فاكسات لا يردوا عليك، فهم في عالم آخر. وتمثل تجربة منتدى جدة الاقتصادي نقطة مضيئة في مسيرة قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في السعودية، أكدت على أهمية هذا القطاع ودوره في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وأن الوقت قد حان للمسارعة بتفعيل الاستراتيجيات وإقامة المزيد من المعارض والمؤتمرات التي تتوائم مع إمكانات المنطقة ومقوماتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كثيرة هي الإجراءات والقرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة للنهوض بقطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية، ولكنها تظل حبرا على ورق ما لم تنفذ على أرض الواقع. راد الأسمري، CNBC عربية، جدة. أعلنت شركة تعمير القابضة في دولة الإمارات عن إطلاق مشروع جديد في إمارة أم القوين، وقد أطلقت تعمير على مشروعها الجديد اسم مدينة السلام،